يمكن من امبارح كده انتشرت صورة على السوشيال ميديا، الصورة برضو بألف معنى، الامتنان والعرفان بالجميل. شفنا صورة دكتور محترم كده، ويعني في الصورة بيوطي وبيبوس زي ما حضراتكم شايفين على إيد الأستاذة كاميليا عبد المسيح. كاميليا عبد المسيح مدرسة على المعاش، وهي كانت الأستاذة أو المدرسة بتاعة دكتور هاني غيث في مرحلة ابتدائي. أستاذة كاميليا كانت بتدرس في المدرسة اللي في القرية علوم وحساب ورياضة في مرحلة ابتدائي. وانتوا عارفين برضو در يعني وقت حصة العلوم وقت حصة الرياضة الولاد لازم تنتبه قوي يعني، وياما مشاكل انه الولاد عشان تنجح في المادة دي عشان تجيب درجات كويسة عشان المدرس يعاملها كويس لازم ياخدوا دروس خصوصية. لكن كم واحد كان في حياته في وقت دراسته في أي مرحلة من المراحل المدرس أو المدرسة اللي ضميرهم كان بيخليه عاوز يدي كل حاجة وأكتر كمان من اللي عنده لولاده في المدرسة وما يخليهمش يحتاجوا لدرس؟ بالعكس، يمكن لو الولد جه قال للميس ولا للأستاذ أنا عاوز أخد عندك درس يقول له حبيبي وأنا قصرت معاك في حاجة في المدرسة مش فاهمها قول لي. ميس كاميليا كانت في وقت الفسحة بتجمع الولاد وكأنها مجموعة تقوية من غير أي حاجة عشان تشرح لهم اللي مش فاهمين وعشان تديهم حاجة زيادة، وكانت دايما تشجعهم ان انا عايزة اشوفكوا حاجة كبيرة، انا شايفة فيكوا حاجة كبيرة، انتوا تقدروا تعملوا وتقدروا تحققوا. دكتور هاني غيث كبر ودخل كلية طب وتخرج وترقى في وظيفته لغاية لما بقى مدير مستشفى العيون بمستشفى دمنهور العام، والصدفة تخلي ان ميس كاميليا تروح انها تكشف المستشفى وتلاقي الدكتور اللي بيعالجها او اللي بيشوف حالتها هو دكتور هاني مدير المستشفى، ويتعرف عليها ويفكرها بنفسه. بالعكس ده يقول لها ان لما انت قابلتيني انا كنت بتديني في ابتدائي، لما قابلتيني في ثانويه عامه لو انت فاكره قلتي لي يا هاني انت هتبقى دكتور، انت شاطر وهتدخل طب وتبقى دكتور، وقد كان. ولما بقى والصدفه خلته والسنين مرت تقابل ابنها او هو يقابل مدرسته اللي بيكن لها كل الامتنان والعرفان بالفضل، يوطي يبوس على ايدها ويقول انا هنشر الصوره دي عشان الاجيال الجديده تشوف وتعرف ان الناس دي فضلها علينا ولازم يتباس ايديهم ويتحط جميلهم فوق الراس. مس كاميليا او الاستاذه كاميليا، انا من وجهه نظري يعني ده نموذج للنجاح. انا بشوف دايما ان النجاح هو ايه، يعني لو قلت لي نجاح تساوي ايه اقول لك التاثير. فكره التاثير ان انت تسيب تاثير في نفوس الناس حتى بعد زمن حتى بعد حين. مدام كاميليا او الاستاذه كاميليا اكيد كانت بتشتغل مع الولاد، اكيد كانت بتبذل مع الولاد مش عشان يجي بعد 30 40 سنه حد يبوس على ايديها، ابدا. هي كانت بتقدم وكانت بتجتهد وكانت بتبذل من اجل لا شيء. فكانت الصوره المعبره من هذا الطبيب الجميل ان هو يبوس على ايديها، ان هو يبوس على ايديها، الايد اللي كبرت والايد اللي علمت، هو ده التاثير وهو ده المعلم، والمفروض يكون ده دور المعلم اللي هو فكره التاثير. احنا كان فتره من الزمن المدرسه ليها دور في التربيه زيها زي البيت، ويمكن أقول أكتر كمان حبتين. أوقات كنا وإحنا صغيرين بنتأثر بكتير جدا بالمدرس في المدرسة والمدرسة، في حد يقول لي مفتقدين ده ما بقاش موجود معاكم، ما بقاش موجود للأسف. ليه؟ لأني المادة بقت هي اللي تحكم والفلوس بقت هي اللي تتحكم وهي اللي تعبر. مدام كاميليا أو الأستاذة كاميليا مثال جميل جدا للنجاح. اوعى ما تكونش مؤثر، اوعى تكون بتشتغل على قد فلوسهم، اوعى في حياتك كلها تكون بتشتغل عشان تقول لي ما أنا في الآخر باخد كم ملطوش آخر الشهر على قد فلوسهم يا عمانة هنعمل لهم إيه يا باشا. اوعى تكون بتشتغل عشان كده، لو بتشتغل عشان كده انت كده انسان غير امين. انا اسف طبعا لو حد يزعل مني بس دي عدم امانه. امال ايه هي الامانه؟ الامانه ان انا اسيب تاثير. ياما ناس سابت تاثير وكان شغال حارس عقار، ياما انسان ساب تاثير وكان شغال عامل بوفيه، ياما ناس سابوا تاثير وكان شغال شغلانه بسيطه، كان شغال يقول لك بص بقى من 30 سنه كان في موظف قاعد على المكتب ده اما ايه كان انسان امين. ياما ناس فتحت له الدرج عشان تشربوا شاي بالياسمين لكن مرضيش، قال لك لا ما اخدهاش.
فكرة التأثير، النجاح هو التأثير، قدم الخدمة وقدم النجاح يأثر في نفوس الناس. دي رسالة لينا كلنا، رسالة ليا كمذيع ان انا احاول اجتهد ان انا اشتغل ان انا ابقى شخص مؤثر، رسالة لكل خدام مدارس الاحد، رسالة لكل الاباء في الكنائس، رسالة لكل المدرسين في المدارس، رسالة الحقيقة لينا كلنا ان احنا نكون اشخاص مؤثرين، نسيب ذكرى ونسيب اثر طيب وخير في نفوس الناس.